السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بتدور على معلومات في بحث علمي ما تروحش لجوجل وتدور لان بيجيب لك الغص والسمين، انما روح لجوجل سكولر، ده من الحاجات الكويسة وبيعمل لك سيرش في المجال الاكاديمي، هو بيدور في مواقع خاصة بالبحث العلمي بس، دي الفكرة فيه. لقيت موقع برضو ممتاز، انا بدور في البدائل، ففي بدائل كتير اي كلام، وفي بدائل كويسة، ده بديل كويس، ده مجرد انا كتبت له artificial intelligence عشان اشوف اخر الابحاث في المجال. فقال لي شوف ايه المجال اللي انت عايز تدور فيه، ممكن تدور مثلا في الذكاء الصناعي، في الفنون، في البيولوجي، في البيزنس، في الكونستراكشن، الديت رينج. تمام، مهم جدا الديت رينج، انا مش عايز ابحث قديمه، فبقول له مثلا عايز اخر 3 سنين اخر 4 سنين، فهو بيبدا يعمل فلتره للحاجات ديت. ممكن اقول له طب انا عايز حاجه تكون فيها بي دي اف، تمام، لان انت لما بتدور في جوجل في حاجات بقى فيها بي دي اف وحاجات لا. تمام، بيجيب لي اشهر الاوثرز، اشهر الكتاب للابحاث، بحيث ان انت ممكن تستثني بعض الناس منهم، وممكن تقول له انا عايز ادور في جورنالز معين. فده بالنسبه لي كان محرك بحث فيه صفات كويس، وكل واحده فيهم هتلاقي ان هو تقدر ان انت تشوف البي دي اف تفتحه على طول مجرد ان انت تدوس عليه، وممكن تسيفه عندك على الحساب بتاعك وسايت، بحيث ان انت تقدر تكتبها باي طريقه معينه، شيكاغو، ARB، تكست، وهكذا. فلقيته جميل فحبيت أشاركه معكم.